السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا بك لالا، أعزك الله لالا. ويلا أنا فرحانة هذا النهار اللي تكلمت معك. الله يفرحك بدخول الجنة لالا خديجة. الله يرحم الوالدين، الله يجازيك بخير ويخلي لك عشتك ويخلي لك وليداتك. اللهم أمين لالا. يعطيك ربي ربي يجازيك بهذا الشيء اللي كدير، فتفرحنا وفتبرد علينا. حفظك الله ورعاك لالا. أنا سيدي كريبان مات لي واحد الوليد. الله 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 الله. مات لي توا مسكين دابا راه هذه عامين اللي مات. الله أكبر لا إله إلا الله. مات توا بالقصيدة وديك اللي ضربوا ما بانش كاع الأعصاب ديالو. لا إله إلا الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يجازيك بخير تنطلبك تدعي لي معاه والناس يقولوا آمين. يا ربي يا كريم. ربي يبارك لي في هذا الوليد وهذا النساء اللي بقاو ليه. يا ربي يا كريم. يا ربي يا كريم. وحفظ لي الزوج ديالي ودعيوا معايا تاين رانا عيانة شوية. لا إله إلا الله. ومرتسانة بالراس. لا إله إلا الله. الله يفرج عليك لالا خديجة. الله يفرج عليك. الله يجازيك بخير. الله يرحم والدي. يا ربي يا كريم. شكرا لك لالا خديجة. وعزاؤنا وعزاؤكم واحد. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. أسأل الله تعالى أن يجعل آخر أحزانكم، وإن لله وإن إليه راجعون. هكذا نقول، ربنا علمنا أن نقول، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإن إليه راجعون. المؤمنون الصادقون إذا أصابته مصيبة ما يقول ناري أشوق عليا وممتي أشوق عليا، لا يولول ولا يقول إن لله وإن إليه راجعون. هذه كلمة عظيمة كتسمى الاسترجاع. الاسترجاع أن تقول إن لله وإن إليه راجعون، بمعنى احنا كنا عند الله تعالى. راه قبل ما ندخل الكوكب الارضي قلب بطاقه التعريف الوطني ديالك او شهاده الخلق، غتلقى بانك قبل تاريخ ميلادك اين كنت؟ كنت عند الله في عالم الذر، في عالم اخر غريب. ثم ننتقل عوده الى الله في عالم البرزخ. احنا عالم الذر قبل ان نولد كنا موجودين حيث خلق ادم في عالم الذر. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم. هذاك عالم الذر كنا فيه قبل الولادة. بعد أن نموت ننتقل إلى عالم البرزخ. كل واحد منه عالم غارب، عوالم عند الله تعالى. عالم البرزخ هو قاعة انتظار، كان قاو جالسين فيها كنتظروا حتى يستكمل كل واحد فينا الامتحان. راه كنا في امتحان. وانا ذاك ربنا عز وجل يأمر فنبعث في ارض لم يعصى الله عليها قط، غير هذا الكوكب الارضي. كوكب اخر، اما الكوكب الارضي سوف ينفجر اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا البحار فجرت. كتسمى نظرية اصطدام الكواكب معروفة عند علماء الفيزياء وعلماء النجوم، أن هذه الكواكب ستصطدم نهاية الكون. ثم نبعث في أرض أخرى لم يعصى الله عليها قط، ثم نرحل بعد ذلك إلى جنة الخلد بإذن الله. وهنالك يقول الله تعالى إن لكم فيها أن تصحوا فلا تمرضوا وأن تشبوا فلا تهرموا وأن تعيشوا فلا تموتوا أبدا. هذه قصة الحياة قصيرة جدا، لكن في الخلد تبقى طويلة الأمد خالد فيها لا يبغون عنا حولا. فالأمر لله سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد. أسأل الله الكريم لالا خديجة أن يرزقكم صبر الأنبياء وصبر المرسلين وصبر سيدنا أيوب عليه السلام. اللي ضاعوا لي سبعة دي الوليدات سيدنا أيوب فصبر واحتسب، وسيدنا النبي اللي عنده ستة دي الوليدات ماتوا ليه منهم
عنده 7 عامات ولي منه 6، قد غفى فاطمة الزهراء رضي الله عنها، وكان صابر، وكان يقال له محمد أبتر. أبتر ما عنده لا أصول ولا فروع، إلى أن قال تعالى إن شانئك هو الأبتر. فكل شيء عند الله بمقدار. فأسأل الله تعالى الكريم أن يرزقكم لله خديجة الصبر والسلوان، والفقيد ديالكم يكون عريس يوم القيامة ويكون شفيع. راه هاد الوليدات اللي كيموتوا بحوادث السير أو بالغرق أو بأي آفة، ربك يعطيهم مقام الشفاعة، كيتسمى شهيد وكيعطي الله مقام الشفاعة. وفي رواية أنه يشفع لسبعين من أهل بيته، 70 من أهل بيته، كيكونوا ناس من المقربين ديالو دايرين خطايا بحال أهل الأعراف اللي تكلمنا عليهم في أول حلقة. أهل الأعراف كيتسموا مساكين أهل الجنة، اللي هما خلطوا عملا صالحا بكثير سيء، هذا كيتسموا أهل الأعراف بسماهم يعرفون. وهادو اللي ما تليش واحد من المقربين راه علة، راه حكمة. لو اطلعتم على الغيب لعلمتم ما فعل ربكم إلا خيرا. فربي عز وجل هو العارف، كيعطيهم الله المقام الشفاعة يوم القيامة. فأسأل الله تعالى أن لا يسوءكم في أولادكم وبناتكم، وأسأل الله تعالى أن يرحم الأموات ويطرح البركة في الأحياء. كنشكرك لالة خديجة، وبقي معنا في واحد دعوة ديال الخير، وكنذكر بأن أختنا من كندا كتحاول تصل بنا، مستمعة كريمة من أهل الخير وأهل الفضل، كتقول بأن لها ابنة شابة في 20 من عمرها، اللحظة في كندا تنام في غرفة الإنعاش، وإنها في وضعية صعبة للغاية، الأم تبكي والعائلة كلها تبكي، والأطباء يقومون بجهودهم من أجل إنقاذ روحها الطاهرة. والأم تتصل من كندا بأرض المغرب وتقول للمستمعين والمستمعات جزاكم الله ألف خير، أدعو لابنتها بالشفاء، أدعو لابنتها بالصحة والعافية. فديروا معنا واحد الفتحة. اللهم يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين، هذه الشابة على قيد الحياة وإنها تصارع وتكابد، اللهم أنت خالقها وخالقنا وخالق الخلق أجمعين، وأنت القادر بكل شيء. اللهم يا رحمن يا رحيم، شافيها من المرض والسقم والعلة، اللهم شافيها وعافيها. رب الناس أذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي ألما. اللهم بحق قولك، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فيه شفاء للناس ويشفي صدور قوم مؤمنين، وإذا مرضت فهو يشفين، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وشفاء لما في الصدور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وقوت الأرواح وغذائها. اللهم شفي هذه البنية، واجعلها تطبب في المنام هذه الليلة، وتستيقظ صباحا سليمة معافاة. اللهم شافيها وعافيها، وشافي جميع مرضى المسلمين. اللهم شافي جميع مرضى المسلمين. اللهم شافي جميع مرضى المسلمين. قولوا معنا آمين 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 يا رب. اللهم يا رب وارحم الأموات، اللهم إنهم ضيوف عندك فأكرم وفادتهم. اللهم اسقهم من حوض النبي شربة ماء لا يضمأون بعدها أبدا. اللهم اجعلهم من القبور إلى القصور، واجعلهم ممن تتلقاهم الملائكة سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. اللهم ألحقنا بهم مؤمنين غير خزايا ولا مفتونين، واجمعنا وإياهم في جنة الفردوس بحضرة سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته المكرمين من الأنصار والمهاجرين، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. يا رحمن يا رحيم ارحمنا، يا رحمن يا رحيم ارحمنا، أنت الرحمن وأنت الرحيم، ونحن عبادك الضعفاء، ليس لنا رب سواك سبحانه، لا ندعو سواك ولا نرجو سواك ولا نخاف إلا منك يا رحمن، فاشملنا برحمتك الواسعة. يا رحمن يا رحيم ارحمنا، رددوا كثيرا أيها الأحباب الكرام، يا رحيم ارحمنا، يا رحيم ارحمنا، فسوف تتنزل علينا الرحمات والبركات من عند الله تعالى. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.
تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.